مرة ماما والله العظيم بقى بجد دي بقى الامهات المصريه الاصيله. تعالي يا هنا بسرعه يا هنا، قلت لها في يا ماما تعالي بس تعالي، قلت لها ايه يا ماما تعالي بس لما تيجي، فقلت لها حاضر ماشي. كنت مع اصحابي ورحت المكان اللي كانت قاعده فيه قاعده مع واحده صاحبتها، لقيت شاب كده قاعد، فانا ما اعرفش يعني انا اصلا يعني انا دفشه قوي في الكلام، فيعني فسلمت عليه اهلا وقعدت عادي، ايه يا ماما في ايه وبتاع، تعالي اقعدي معانا مش عارفه ايه وبتاع. فاكتشفت ايه بقى؟ الولد ده ايوه ابن طنط اللي انا اصلا بقالي سنين ما شفتهاش، وجاي جاي بقى وايه، وماما قالت بصي بصي مش عارفه ايه بصي مش عارفه ايه. فانا حسيت بقى ماما في ايه يا ماما خلاص يا ماما اوكي بصي 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 كذا مش عارفه ايه، قلت لها خلاص يا ماما خلاص بقى عرفت يا ماما عرفت بقى ايه بقى اتخانقت ماما يا ماما مش قلت لها يعني الواد ما يعرفش ولا ما اعرفش وحاجه يعني، قلت لها يا ماما الجو القديم اللي انت بتعمليه ده. ماما بقى بجد قديمه، هو انا برغي كتير؟ لا انت عسوله اصل انا بفتح ما بسكتش. لا 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 انت جميله.